صراحه صراحه كلام يطمرني انا. انا لا 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 هذه عاد كلام يعني نبي رايك. انا وش رايك كم بالخوي صحيح اللي تغير على اخويا؟ يلا اعطونا تفضل. والله صراحه لا ما هو انت تفضل تفضل. والله شوف الخوي اللي تغير على خوي هذا والله ما هو خوي. ها بخوي حلاله والله من الى الصحبه عصا متنقعت الا في خزان شهر. والله كلام عليها ملح الكلام. لحظه خلنا نوزع الكلام عشان ما يصير فيه تداخل. ساعطيك فرصه ساعطيك فرصه ساعطيك فرصه. الله يعطيك العافيه. تفضل اخوي عبد الرحمن. والله انا اقول لب اخوي ما يخلي اخوي عزاله. ايه شوف شوف برزيقة ما شاء الله تبارك الله. هو وشن ابو اخوي ما شاء الله تبارك الله ما يفترقوا من قديم. صح من قديم. فأنا اللي بقوله والله إيه؟ يعني الأمانة يعني إنه أسأل الله أن يرزقنا يعني أخ يكون يعني صديق صادق صدوق يعني يبقى لك طول العمر. نعم. يعني حتى لو أنت مت يخلفك هذا الشخص. إيه والله نعم صحيح. تمام يذكرك بالخير. إيه يدعي لك يدعي لك يتصدق عنك. فهذا هو الصديق يعني. بيض الله وجهك. الله يرزقنا يا رب. والله الأخوة يبي لنا عمر عشان نتكلم عن الأخوة. الله الله. إيه الأخوة حبلها 200. الله أكبر. الخوة صدقت كبير يعني شيء عظيم وربي كبير. والله كلام كبير. ايش رايك شاعري عشان احتكيت براعي الورد. صحيح يزيد يزيد والله كلامك صحيح. ابشر فالخوة حبلها 200 يعني ما يعني وش اتكلم لك ابدالك من الخوة ولا ابدالك كيف صحيح. الحياة تستمر بدون الخوة ولا يا سلام الخوة حبلها 200 والانسان اذا توفى مات واذا توفى مات انت ونظرتك السفتي ذي يا ولد النعمة رجاء ومدي لحد تكلمك ولد نعمة بابا شكرا.